تعالوا كل هنا افتح الطريق شوي لن ترهبنا ولن ترهب جماهيرنا
الاعتداء الدائم على المدن والقرى العربية، الاعتداء الدائم والمستمر على شعبنا في الضفة والقطاع، أن هذه الاعتداءات تؤكد أن السياسة الصهيونية ما زالت مستمرة، إن شعبنا الفلسطيني لن يتوقف حتى يحقق الحرية والاستقلال، حتى يبني دولته المستقلة، نعم حتى نبني دولتنا المستقلة. إن أطفالنا أطفال الحجارة لهم الحق في العيش، لهم الحق في الذهاب إلى المدرسة، لهم الحق في النوم الهادئ الذي يحرمونهم منه يوما وليلة بعد ليلة. إخوتنا، إن وحدتنا التي تتجلى اليوم وتجلت في السابق هي الضمان وهي صمام الأمان من أجل تحقيق مطالبنا. إننا ندعوكم وندعو جماهير شعبنا إلى الاستمرار في هذه الوحدة، وحدة الجماهير وقواها السياسية وكل القوى وكل الفعاليات، من أجل أن نبقى موحدين في مواجهة هذه السياسة العنصرية. ونحن نطلب من جماهيرنا، من أبنائنا في عرابي، أن يواجهوا كافة الدسائس التي تحاول شق الصف وزرع الخلاف بين جماهير شعبنا. المجد والخلود للشهداء الأبرار، الخزي والعار للقتلة والسفاحين. أرجو نرجو جميع الإخوة الالتزام بالهدوء والصبر، وأرجو من مندوب كلية مار الياس إذا وصل الوفد أن يتقدم إلينا. أرجو من مندوب كلية مار الياس إذا وصل الوفد أن يتقدم إلينا. حافظوا على النظام، حافظوا على الهدوء، وشكرا لكم. الشهداء أهل الشهداء حتى يتقدموا المسؤولين. إخوان، نطلب منكم تفتحوا الطريق حتى أهل الشهداء والضيوف يتقدموا المسيرة. إخوان، إذا ممكن افتحوا الطريق. I don't know.